تنضم إلينا من دبي محللة أسواق مالية في مجموعة إكويتي نادية البلاس للحديث عن تطورات العملات الأجنبية. أهلا وسهلا بك نادية، وأهلا بك على شاشة المملكة. أهلا، تسمعيني داي؟ إذن بداية، يعني لاحظنا حالة من التذبذبات في مؤشر الدولار، هل تتوقعين استمرار حالة الاستقرار في أداء الدولار حتى نهاية تعاملات هذا العام؟ بداية نتوقع أن الدولار يعني يبتدي في الاتجاه الهبوطي دون مستويات 100، وذلك بعد أن كان مدعوما من السياسة المتشددة من قبل الفيدرالي، لكن بعد البيانات الاقتصادية التي جاءت يعني أعلى من التوقعات أو في مسار إيجابي مثل الناتج الإجمالي يعني لأمريكا، فنتوقع أن يعني يخف الفيدرالي من تجديد السياسة النقدية في الربع الأول، ونتوقع يعني زيادة برفع أسعار الفائدة ب 0.25 نقطة أساس، ولكن ذلك يعني مش سيدعم الدولار، العكس، يعني الدولار ما زال ملاذ آمن لكنه يتجه في اتجاهات هبوطية الآن، ويرتفع عملات أخرى يعني على اتجاه صاعد، ولأنه ليس مدعوما مثلا الذهب كملاذ آمن، خصوصا مع يعني نهاية العام ونهاية وبداية عام جديد، وسيكون في تفاؤل في الأسواق، فسنرى يعني الدولار الأمريكي يشهد تذبذبات أكثر وسيتجه في مسار هبوطي. نعم نادي، يعني لاحظنا تحديدا في منطقة اليورو، ننتقل للحديث مباشرة إلى أسعار اليورو، لاحظنا يعني بالرغم من ارتفاع معدلات التضخم التي وصلت إلى قرابة 10% وأزمة الطاقة ضغوط كبيرة على منطقة اليورو، لكن اليورو أعلى نقطة التعادل بينه وبين الدولار، برأيك ما هي أسباب هذه الحركة الإيجابية؟ ما هي توقعاتك خلال الفترة المقبلة؟ نعم، نشهد اليورو الآن عند مستويات 1.06، ويعني مدعوما من البيانات الاقتصادية من أوروبا، ويعني ستستمر أو يعني سنرى أن البيانات الاقتصادية تتحسن، وكل يعني كل فترة نعديها نرى أن البيانات الاقتصادية تتحسن، وذلك يدعم اليورو، ويعني اليورو الآن في يعني عند قمته، ولذلك سنرى يعني المزيد من هذا الاتجاه الصعودي، خصوصا مع مستويات الدولار التي ستكون مضغوطة في الفترة المقبلة، وأيضا في تجديد في السياسة النقدية من قبل المركزي الأوروبي، وذلك يعني سيستمر في الدعم في عملة اليورو، يعني فسنشهد اليورو على يعني في العام المقبل أتليست في بداية العام أنه سيرى تحسن، يعني خصوصا مع يعني الضغط على مؤشر الدولار الأمريكي، وأيضا مع تحسن شهية المخاطرة، ويعني نرى أن في شهية أو في إقبال على اليورو، خصوصا بعد يعني أن كسر مستويات 1.06، فممكن نشهده أن يعني يكون عند مستويات 1.07 في أو حتى أكثر من ذلك في العام. نعم نادي، يعني بالحديث عن التحركات الإيجابية، لاحظنا الين الياباني قدم أداء جيدا يعني خلال تعاملات الأسبوع الماضي أمام الدولار، يعني لاحظنا الارتفاع بأكثر من 2% وصول إلى أعلى المستويات تقريبا منذ منتصف أغسطس الماضي، لكن حالة من التراجع بدأت منذ بداية تعاملات هذا الأسبوع، برأيك هل سيعود إلى التراجع وما هي توقعاتك قبل نهاية العام؟ يعني الين الياباني على العكس من العملات الأخرى، تدعمه يعني بنك اليابان بسياسته اللي هي متسيرة جدا، فنرى أن الين يعني مدعوما من هذه الجهة، وأيضا أنه يعتبر ملاذ آمن، ونرى أن يعني بعد خصوصا بعد أن يعني
تغيرت الأمور بشكل ما، في تحسن من الين، في تحسن من الذهب، ولكن يعني الدولار يشهد ضغط كبير خصوصا بعد أنه يعني انخفض من مستويات القمة التي كانت عند مستويات 1.15، ويعني أنه يتداول الآن في مستويات 103، فيعني ذلك يدعم الين بشكل ما. وأيضا سياسة طبعا البنك اليابان، وأيضا أنه لا يزال ملاذ آمن، وتعتبر أن احنا مع نهاية العام نشهد أن يعني التغييرات المفاجئة من قبل البنك الياباني هي كمان أيضا ستكون يعني ستزال أنها أو يعني ستدعم الين للفترة المقبلة. سنشهد يعني نعم. محللة الأسواق المالية في مجموعة إكويتي نادية البلاسي، شكرا لك على هذه التفاصيل وعلى هذه المعلومات.